السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل حصر لأي عنصر من العناصر، خلينا نعمل مثلا view schedule لو قلت له اعمل جدول مثلا للابواب على سبيل المثال واقول له اوكي، هبدأ اختار مثلا الكاونت النيم مثلا الفاميلي، وهلاقي عندي الليفل تمام، بحيث ان انا اقدر اقسمهم كل الليفل لوحده، يعني الابواب اللي في الليفل الاولاني والليفل التاني وهكذا. يعني ممكن اجي هنا واقول له سورتنج اند جروبنج، واقول له اعتمد على الخاصية اللي هي فيها الليفل وشيل علامة الاتمايز تمام، هيبدأ يشوف لي الابواب في كل ليفل تمام. طيب المشكلة لما اجي اعمل بقى في الدور تمام، باجي بقول له الول ما بلاقيش ليفل. ليه ما بلاقيش ليفل؟ مش موجود هنا الليفل في قلب الول. طيب خلينا نعمل سيلكت لاي وول ونفهم الفكرة. لو انت دخلت في الفلور بلان وعملت سيلكت لاي حائط بتلاقي ان هنا مفيش خاصيه عندي اسمها ليفل. هو الفكره كلها السكادول معتمد على الخصائص بتاعه العنصر، فهنا الدور فيه ليفل تمام، بينما الحائط اصلا بيعتمد على حاجتين عشان الموضوع الارتفاع، البيس كونسترينت اللي هي بدايه الحيطه منين، والتوب كونسترينت نهايه الحيطه فين. فمفيش موضوع ليفل لان الحيطه ممكن تكون ممتده لاكتر من ليفل، انما الباب والشباك لازم بتتحمل على ليفل معين تمام. فعشان كده لما نيجي بقى نعمل سكادول للحوايط اقول له فيو سكادول، اعتمد على الخاصيه اللي هي بيس كونسترين الوول، اهم خاصيه بالنسبه لي دلوقتي بيس كونسترين، وبعد كده ممكن بقى تاخد خاصيه الفاميلي فاميلي نيم وهكذا. ممكن تقول له بقى بعد كده الجروبنج رتبهم لحسب البيس كونسترين. اي البيس كونسترين 1 و2 و3 والروف زي الابواب، يعني بدل ما الليفل لا هدور على البيس كونسترينت.